رأي الجمهور في ترك سجود التلاوة عن عمد، هل يأثم تاركها؟ لا يأثم تاركها، وسجود التلاوة مستحب، من سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. نرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في النجم أحيانا وترك السجود بها في المدينة. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر فقرأ على الناس سورة النحل فبلغ السجدة فنزل وسجد وسجد من في المسجد، وفي الجمعة المقبلة قرأ ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس أيها الناس إننا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه.